السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن قضية القضايا، تفسير رؤية القبر المفتوح. قبل ما ندخل على رؤية القبر المفتوح، عايزين نتكلم عن رؤية المقابر بالنسبة للبنت العزباء أو المرأة المتزوجة. نفترض أن المرأة، سواء إذا كانت امرأة متزوجة أو بنت عزباء، رأت أنها تمشي في المقابر، فهذه الرؤية تدل على شعور الرائي بالضياع، بالقلق، بالخوف، بعدم الاستقرار. وأحيانا رؤية التجول في المقابر للمرأة المتزوجة وعايزها تنتبه للرؤية دي. هذه الرؤية تدل على أن المرأة المتزوجة في الحقيقة عندها مشاكل كبيرة جدا مع زوجها. حينما ترى هذه الرؤية ينبغي أن تحل مشاكلها مع زوجها على الفور، لأن هذه الرؤية منذرة بالانفصال. فيها تحذير، ما بنقولش طلاق وانفصال، ما بنقولش مباشرة كده، لكن أن لما حد يحذرني، يعني مثلا أنا ماشي في الشارع ومش واخد بالي إن في حفرة، فلقيت واحد بيقول لي خلي بالك في حفرة قدامك، فأنا بصيت الحفرة وسبتها ومشيت، هي دي الرؤية التحذيرية. طب أنا لو ما سمعتش كلامه هقع في الحفرة، يبقى مين السبب؟ أنا، ما أنا ما خدتش بالي من التحذير اللي اتقال لي. فإحنا ما بنقولش إن الرؤى بتدل على الطلاق على طول، لا، هي واقفة على فعلك، واقفة على الرأي نفسه. الرؤية التحذيرية يا جماعة الهدف منها ربنا بيديك إشارة، بيقول لك أنت داخل على خطر. أنت النهاردة لما تبقى سايق سيارة والإشارة تبقى حمراء، إيه المطلوب منك؟ تقف، مش كده؟ تقف. طب لو مشيت هتأخذ مخالفة، وربما لو أن أنت مثلا واقف على سكة حديد وفي قطار هيعدي، لو أنت عديت ممكن تموت لأنك ما انتبهتش للإشارة، شفتها وضربت بها عرض الحائط. فالرؤية التحذيرية لازم ناخد بالنا منها. رؤية المرأة المتزوجة أنها تحفر قبرا لزوجها في المنام، هذه الرؤية فيها إنذار بهجر الزوج. هجره مش طلاقه، هجره إن هي هتهمله. لو رأت المرأة أنها تدفن زوجها، هذه الرؤية تدل على عدم الولادة بعد ذلك، يعني لن تحمل بعد ذلك. لو رأت المرأة أو حتى البنت العزباء أن طفلا يخرج من القبر، بالنسبة لرؤية الطفل الذي يخرج من القبر للمرأة المتزوجة، هذه الرؤية تبشرها بالحمل إن شاء الله، وبالنسبة للبنت العزباء تبشرها بقدوم الخير وربما قرب خطوبة وزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. ده بالنسبة لبعض المعلومات اللي هي خاصة بقضية المقابر للبنت العزباء والمرأة المتزوجة. إنما إيه بقى قضية إن أنا أرى في المنام قبر مفتوح، أو إن أنا أفتح قبر على شخص ميت؟ فتح القبر، وركزوا معايا في النقطة دي بالذات، فتح قبر على شخص ميت في المنام بمنتهى البساطة فتح ملفات ومواضيع قديمة قد تعود علي بالمشاكل. رؤية تحذيرية. يبقى أنت دلوقتي ما تروحيش تفتح المواضيع القديمة برؤيتك لفتح القبر على شخص ميت. أما رؤية القبر المفتوح، هذه رؤية تدل على ميراث قادم، خير ورزق ومال إن شاء الله تبارك وتعالى. أما من يرى في المنام أنه يفتح القبر ويشعر بالخوف، هذه الرؤية تدل على سوء سمعة الرائي، وعليه أن يحسن سمعته بين الناس. رؤية القبر المفتوح أحيانا وليس بصفة عامة تدل على أن الرائي عنده كثرة ذنوب ومعاصي، وينبغي أن يتوب منها على الفور. طيب، رؤية البحث عن قبر ميت فيه
قبر انا ببحث عنه في المنام، بدور على القبر مش لاقياه، او بدور على القبر مش لاقيه. رؤية البحث عن قبر لشخص ميت، هذه الرؤية تدل على توبة الرائي وعودته الى الطريق الصحيح ان شاء الله تبارك وتعالى. واحيانا تدل رؤية البحث عن قبر عن عدم الاستقرار بالنسبة للرائي وكثرة الاضطرابات الموجودة في حياته. طب انا لو شفت ميت خارج القبر، هذه الرؤية تدل على كشف الأسرار. الرؤية واضحة، الميت ده عورة لازم يستر في القبر. طب لما يطلع معناها أسرارك هتطلع برة، ومع شديد الأسف. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.